خوتي المغاربة، غادي نقدم لكم تشكيلة الفاشلين اللي عمروا في جامعاتنا واللي مازال حد الآن ما قدموش استقالة تاعهم، وما كاين حتى شي مسؤول اللي غادي يوقفهم عند حدهم. غنبداو بالاسم الأول، فؤاد مسكوت، رئيس جامعة المصارعة لمدة 14 سنة، عدد الميداليات الأولمبية 0. شفيق الكتاني، رئيس جامعة الجودو لمدة 14 سنة، عدد الميداليات الأولمبية 0. إدريس حاسة، رئيس جامعة السباحة لمدة 12 سنة، عدد الميداليات الأولمبية 0. محمد بالماحي، رئيس جامعة الدراجات لمدة 16 سنة، عدد الميداليات الأولمبية 0. إدريس الهلالي، رئيس جامعة التيكواندو لمدة 22 سنة، عدد الميداليات الأولمبية 0. عبد الجواد بالحاج، رئيس جامعة البوكس لمدة 22 سنة، عدد الميداليات الأولمبية برونزية 1. فيصل العريشي، رئيس جامعة التنس لمدة 15 سنة، عدد الميداليات الأولمبية 0، مشاركة أصلا. منقذ حاجي، رئيس جامعة التنس الطاولة لمدة 16 سنة، عدد الميداليات الأولمبية 0. عبد الصادق بيطار، رئيس جامعة الجيمباز لمدة 8 سنوات، عدد الميداليات الأولمبية 0، مشاركة أصلا. حسن الفكاك، المدير التقني للجنة الأولمبية المغربية، الذي يتحصل على راتب 13 مليون سنتيم لكي يدافئ على الحصيلة الكارثية في الأولمبياد. ألو، بكل صراحة ملي كنفكر في الحصيلة كنفكر في جوج الحوايج. كنفكر في الميدالية الذهبية ديال سفيان البقالي اللي سي إنجاز كبير، لأن إلى غنوفلي سا ميداي وهذه تاريخية في تاريخ ديال الأولمبياد. ثاني حاجة وهي الميدالية البرونزية ديال الفريق الوطني ديال كرة القدم اللي فرح الشعب المغربي واللي دار إنجاز كبير، وكل يعني الحاضرين في الألعاب الأولمبية كيشهدوا بأن الفريق المغربي كان خصو يكون في الفينال ديال هذه الأولمبياد. لأن ملي كتشوف أن ربح ب 4-0 كونتخ لي زاميريكان، ربح ب 6-0 كونتخ المصريين، ودار واحد اللعب ممتاز ليديسيون ديال 2024 درنا حسن من طوكيو ودرنا حسن من ريو ودرنا حسن من لندن، اذا كاين واحد التحسن. اما كبيرهم الذي علمهم السحر هو هذا احزون الذي ينقذ راسه في كل مره، سفيان البقالي البطل المغربي. خوتي المغاربه، من فضلكم المشاركه على اوسع نطاق من اجل تحرير الرياضه الوطنيه من هذه الوجوه.